أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن شباب دخلنا في أحد المساجد ونحن مسافرين، وفاتتنا الجماعة الأولى، ووجدنا جماعة تصلي وكان عددهم 2، فقال شاب منا: لا تصلوا معهم، إنما صلوا وحدكم وكلنا جماعة. فقلنا له: إن هؤلاء جماعة ولا يجوز أن نقيم جماعة أخرى. فقال: هؤلاء لا تظهر عليهم علامات الصلاة، علامات الصلاة أو الصلاة كفر كذا يقول، ونحن أكثر منهم وأفضل. السؤال: هل يجوز أن ندخل معهم أو نصلي وحدنا؟ لا يجوز تعدد الجماعات في مسجد واحد، فإذا وجدتم جماعة يصلون فادخلوا معهم، ادخلوا معهم وتابعوا الإمام، تابعوا الإمام، فإذا أتم الصلاة يلزمكم الإتمام ولو كنتم مسافرين، وإذا كان الإمام مسافرا وأنتم مقيمون فادخلوا معه، فإذا سلم فقوموا وأتموا في أنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فيجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولكنه يتم الصلاة، ويجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافر، وإذا سلم المسافر فإن المقيم يقوم ويكمل صلاته. وأما أن هذول جماعة وذول جماعة في مكان واحد هذا تفرق، قد نهينا عن التفرق والاختلاف وأمرنا بالاجتماع